صباح الخير أحبتي تلاميذ الصف الأول الثانوي، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. معكم المعلمة أناون فرح من المدرسة الوطنية الأمريكية، مادة اللغة العربية. سنبدأ أحبتي أنا وإياكم رحلتنا في عالم العصر الحديث، وسنقوم بتقسيم هذا العصر إلى عدة أقسام. بداية سنتحدث عن العصر الحديث رقم 1. إن العصر الحديث في كتابنا يندرج تحت عباءة المحور الثامن، وهو العرب والحضارة الغربية، الرفض والقبول. أحبتي، كان العصر العباسي عصر العرب الذهبية على مختلف المستويات، فقد شعت حضارتهم شرقا وغربا، وأسهموا في عطاءات فكرية كثيرة أغنت العالم طوال عصور، فلسفة وفنا وأدبا وعلما، وترجمت كتبهم إلى لغات الغرب، فاقتبس عنها الغربيون وطوروا وصححوا وأضافوا. وهذا ما كان العرب قد فعلوه حين اقتبسوا من الشعوب القديمة من يونان وفرس وسريان وغيرهم، إلا أن ظروفا سياسية سيطرت على العرب فأدخلتهم في عصر الانحطاط. ومن أبرزها إحراق الكتب على يد المغول، والحكم العثماني الذي ساد الجهل في ظله وعم التخلف، غير أن تباشير النهضة بدأت تلوح في لبنان خصوصا في بدايات القرن السابع عشر مع انفتاح الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير على الغرب. أما على المستوى العربي عموما، فتعتبر حملة نابليون بونابرت على مصر بداية الاحتكاك بين الشرق والغرب، وتاليا بداية عصر النهضة. ذلك أن هذا الاحتكاك الذي أمنته الحملات العسكرية والبعثات العلمية والدينية والاستشراق قد أيقظ العرب من سباتهم العميق، فانفتحوا على الغرب واطلعوا على ما فيه من تطور على مختلف المستويات. كانت أولى نتائج هذا الانفتاح الطباعة والمدارس والصحافة والترجمة، وكلها لقحت الألباب وفتحت البصائر على الجديد الفكري والأدبي والحضاري عموماً. إزاء هذا الواقع وجد العرب أنفسهم مضطرين إلى التأثر، خصوصا إذا شاءوا مواكبة حركة التطور الحضاري. لذلك اتخذوا مواقف ثلاثة. الموقف الأول، رفض أصحاب الموقف الأول أن يقبلوا شيئا من الحضارة الوافدة على أساس أنهم ليسوا في حاجة إليها، بل لم يروا فيها جديداً، فهاجموها محاولين تبيان سيئاتها. وتبنى فريق ثان منجزات الفكر الغربي كلها على أساس أنها مهمة ومتطورة وتدفع بالإنسان نحو عالم أرقى وأسعد، فالحضارة في خدمة الإنسان أفرادا وجماعات، أما
أصحاب الموقف الأخير فقد حاولوا التوفيق بين الرأيين الأولين، وقد انعكس هذا كله على صفحات الجرائد والمجلات، وأسهم فيه كبار رجال الفكر والأدب والعلم متحاورين متخاصمين متحاجين، فخلق جوا ثقافيا غنيا بمختلف المواقف من الحضارة الغربية رفضا وقبولا. بناء على ما تقدم أحبة التلاميذ، أجيبوا عن السؤالين الآتيين: ما أبرز عوامل النهضة العربية؟ راجع مواقف العرب الثلاثة من الحضارة الغربية، أيها تؤيد ولماذا؟ وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية درسنا لليوم، دمتم بخير.